سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب الكآبة ولا جذب الأحزان بدون داعي ولا السلبية. كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن. الطيرة عن التشاؤم، والفأل الحسن كل حاجة تدعو للإيجابية. وإحنا أمة تحب الحياة ومأمورين بعمارة الأرض، والبحث عن السعادة في ديننا عبادة. لكن هو نفسه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي وصانا بدوام تذكر لقاء الله. الموت مفارقة الدنيا واكتمال الحياة في الآخرة مع الله، بس كده، هو ده تعريف الموت. بتسيب مرحلة لمرحلة تانية مع الله. الموت في ناس حواليا حزينة وناس هتوحشني، بس موت كل إنسان هو انتقال لاستكمال حياته مع الله سبحانه وتعالى. فالموت هو مفارقة من مرحلة إلى مرحلة. فاكرين في القرآن لفتة جميلة يوم ما فرعون هدد السحرة بعد ما أمنوا مع سيدنا موسى إنه هيقتلهم؟ قالوا له فاقضي ما أنت قاض، اعمل اللي هتعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني لو هتقتلنا أنت هتخلينا ننتقل لدار تانية، مش هتأثر على الجاية، هنكمل حياتنا الصالحة السعيدة مع الله. دي كانت نظرتهم للموت، مفارقة مرحلة إلى مرحلة. عشان كده سيدنا أبو هريرة كان يقول: ما ذكر أحد الموت في ضيق إلا وسعه. لما الإنسان بيعدي بمحن في الدنيا ويفتكر إن الدنيا دي هتخلص وهنقابل ربنا حيث الرحمات الواسعة في الآخرة، بتوسع، بيوسع كل ضيق من ابتلاء في المرض أو في الأرزاق أو في فراق الأحبة، بكرة نقابلهم. هضرب لك مثال. واحد أول ما تخرج كان بيحب بنت عمه وسافر عشان يشتغل برة عشان يحوش لما يرجع يتجوزها، هيحوش تمن الشقة والشبكة. كل ما تضيق عليه برة يفتكر الفرح وإيديه في إيديها في الزفة، ده يوسع عليه كل ضيق وهو تعبان في بلاد برة عمال بيحوش. هو ده الموت، هو ده لقاء الله، يوسع عليك كل ضيق. إنك لو في أي ضيق في الدنيا بكرة تروح عند ربنا سبحانه وتعالى إلى السعة، ولعل صبرك على هذا الضيق رفعة للسعة في الآخرة بإذن الله وحل لهذا الضيق في الدنيا. من فوائد تذكر الموت ولقاء الله هو احترام الحقوق. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتسأل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم ما تفضلش ماسك حقوق الناس ومش عايز ترجع لغاية ما روحك تبقى في الحلقوم هنا طلع خلاص، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالإنسان لو كان دايما متذكر أنه ممكن في أي وقت يقابل ربنا، لو عليه حق مادي لحد أو حق معنوي كاسر قلب حد والمفروض يجبر بخاطره، بيروح يرجع الحقوق لأنه عارف أنه في أي وقت ممكن يقابل ربنا ويسأله. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيفكرنا دايما أو بيعلمنا نفتكر لقاء الله. فكان كل يوم لما ينام يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي، يعني ممكن أي يوم الإنسان ينام ويكمل النومة دي مع ربنا ما يصحاش. دي مش كآبة، دي حقيقة لازم الإنسان يفتكرها علشان لما ينام ما ينامش وهو سالب الناس حقوقها. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. فدايما يوميا كان يفكرنا إنك ممكن تفارق الدنيا مش لكآبة وعذاب، هتفارقها الكرم ورحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسعة، بس المهم خد بالك من حقوق العباد. فاللهم يا من لم تزل بنا برا رحيما أيام حياتنا، لا تقطع برك ورحمتك عنا بعد مماتنا. ما